الله يا رحمن حقق أمانينا. توجيه أهم سنة بحياة أبنائنا وبناتنا وبالجامعة أعباء دراستها جدا عالية، محاضرات ودروس ومعلومات. الله يعينكم يا طلاب المدارس والجامعات، ولحتى تكملوا حياتكم من نجاح إلى نجاح وبمساعدة مركز الشيماء الثقافي يلي أعلن عن بدء التسجيل لدورات العام الدراسي 2017-2018 في مختلف التخصصات، وكلها بإيد أهر المعلمين الأكفاء ذوي خبرة عالية. يسر مركز الشيماء الثقافي عن الإعلان عن بدء التسجيل لدورات التالية: الرياضيات المعلمة رسمية عبد الجبار كلاش، المعلمة عصمة أبو جعب، الأستاذ أشرف العامر والمعلمة مريم حميد، الفيزياء المعلمة أركان مناصرة والأستاذ باسل ياسين، الكيمياء الأستاذ نضال عودي، والإنجليزي الأستاذ إياد الطواسي والمعلمة فلسطين سرحان، الأحياء الأستاذ عدنان مرعي، اللغة العربية الأستاذ شادي الغول. كما توجد دورات تأسيسية للغتين الإنجليزية والعربية ودوسيات لجميع المواد الدراسية وآلة تصوير للتسهيل على الطلبة، أساتذة متخصصين للمواد الجامعية. مركز الشيماء الثقافي، لا تنسوا زوروا صفحتنا على الفيسبوك مركز الشيماء الثقافي بإدارة رسمية عبد الجبار كلش، جوال رقم 0598-242-851، جنين شارع أبو بكر عمارة الشافعي الطابق الثاني فوق العصب للطيور، مركز الشيماء الثقافي. حقق أمانينا يا الله يا رحمن حقق أمانينا. توجيه أهم سنة بحياة أبنائنا وبناتنا وبالجامعة أعباء دراستها جدا عالية، محاضرات ودروس ومعلومات. الله يعينكم يا طلاب المدارس والجامعات، ولحتى تكملوا حياتكم من نجاح إلى نجاح وبمساعدة مركز الشيماء الثقافي يلي أعلن عن بدء التسجيل لدورات العام الدراسي 2017-2018 في مختلف التخصصات، وكلها بإيد أهر المعلمين الأكفاء ذوي خبرة عالية. يسر مركز الشيماء الثقافي عن الإعلان عن بدء التسجيل لدورات التالية: الرياضيات المعلمة رسمية عبد الجبار كلش، المعلمة عصمة أبو جعب، الأستاذ أشرف العامر والمعلمة مريم حميد، الفيزياء المعلمة أركان مناصرة والأستاذ باسل ياسين، الكيمياء الأستاذ نضال عودي، والإنجليزي الأستاذ إياد الطواسي والمعلمة فلسطين سرحان، الأحياء الأستاذ عدنان مرعي، اللغة العربية الأستاذ شادي الغول. كما توجد دورات تأسيسية للغتين الإنجليزية والعربية ودوسيات لجميع المواد الدراسية وآلة تصوير للتسهيل على الطلبة، أساتذة متخصصين للمواد الجامعية. مركز الشيماء الثقافي، لا تنسوا زوروا صفحتنا على الفيسبوك مركز الشيماء الثقافي بإدارة رسمية عبد الجبار كلش، جوال رقم 0598-242-851، جنين شارع أبو بكر عمارة الشافعي الطابق الثاني فوق العصب للطيور، مركز الشيماء الثقافي.